وطبعت للناس، ولا يزال لله المنة مدروسا. وفضحت فيه القومية العربية، وفضحت فيه ما يسمى بالبعث العربي. العرب لا كيان لهم إلا بالإسلام، ولا رسالة يحملونها إلا رسالة الإسلام. فالسؤال: نحن شهداء على الناس كما أن محمدا شهيد علينا، فهل نحن شهداء على الناس حقا؟ هل بلغنا الناس ما لدينا كما بلغنا محمد ما لدينا؟ ما لا لا، نحن خلنا الرسالة. نحن خلنا رسالتنا فلم نبلغها للناس، بل بلغ من جحود العرب للرسالة التي ائتمنوا عليها أنهم تناسوا إخوان العقيدة في بلاد كثيرة. في الحملة الصليبية الحديثة التي بدأت من منتصف القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وجدت أن روسيا اجتاحت المناطق الإسلامية الفيحاء تحت المتجمد الشمالي إلى أن وصلت إلى المحيط الهادي، ووصلت إلى أطراف الهند، وتضاعفت 20 مرة. روسيا دي كانت قد مصر وربع الجزائر من ناحية دويلة تحت البلطيق، ما كانت تصل للبحر الأسود، لكنها قاتلت سيبيريا وقتل ملكها وهو يدافع عن الإسلام فيها، قاتلت منغوليا، قاتلت تركستان، قاتلت الأورال، قاتلت القرم، قاتلت في كل مكان حتى أخذت امتدادها أيام القيصر الحمر، ثم أيام القيصر البيض، ثم أيام القيصر الحمر. والعالم العربي لا يفكر في أن دي أرض سيبويه وأرض البخاري وأرض السكاكي وأرض الذين الجرجاني الذي تكلم عن إعجاز القرآن. الناس اللي جعلوا ثقافتنا حية ونقلوا إلينا تراث نبينا، أدق كتاب في السنة كتاب البخاري، هو الكتب الستة كلها اللي وضعوها ناس من الأعاجم. المهم البلاد دي راحت مننا والعرب ساكتين، ما فكروا إلا في قضاياهم التحررية الخاصة. تحررية إيه؟ وانتم من غير الإسلام تساوون إيه؟ لا شيء. أمتنا الإسلامية، أمتنا العربية، أقدر أتهمها بأنها خانت إسلامها، نسيت هذا. الزراعة التانية التحتية، الزراعة السفلى، يا أخي روسيا قامت بهذا الزحف الشمالي، الزحف الإنجليزي والفرنسي، خد شاطئ الأطلسي كله في إفريقيا وسكتنا ما تكلمنا، وخد وادي النيل وبعد الشمال الإفريقي وانطلق. قبل ذلك كان خد الهند وخد أندونيسيا وخد الملايو، وكان قبل كده خد الفلبين. وكل هذه الأرض، هي الفلبين دي أرض إسلامية وضع عليها اسم الفلبين لأنه رجل قاتل للإسلام في إسبانيا، وإحنا لا ندري. إحنا خلدنا قسطنطين في لوس تمثال في قسطنطينة، وخلدنا اسم الإسكندر المقدوني اسم البلد الثاني في القاهرة في مصر بعد القاهرة. إحنا نستهين، إحنا نستهين، ما ملناش يعني صلتنا بتراثنا عجيبة. فأنا سألت نفسي: هل الأمة الإسلامية من ناحية عنايتها بالعقيدة وإخوان العقيدة، هل حمت من دخلوا في العقيدة الإسلامية؟ حتى هل فكروا في تعليمهم اللغة العربية؟ المليار مسلم في 150 مليون عربي، البقية الكبرى لا تعرف اللغة العربية. ما فكرنا في وضع خطة للغة، لتعليم اللغة العربية لغير العرب. والآن العرب ينسون اللغة العربية، العرب أنفسهم ينسون اللغة العربية. ظهر هذا في التاريخ،
واحد بيسألني، ما أنا كاتب الآن، أنا كنت انتهيت قبل ما أجي هنا إلى كتابة حوالي 10-15 صفحة في التاريخ، قلت تاريخنا منقوص كما وكيف. الذي يدرس في مصر ويدرس هنا في العالم العربي تقريبا هو تاريخ الشرق الأوسط وبعض الأجنحة من حوله. هل هذه هي الأمة الإسلامية؟ طب دولة فطانيا راحت فين؟ في تايلاند. في مليون مسلم في البلد الشيوعي ده اسمه كمبوديا، ما يعرف عنهم أحد شيء. مليون مسلم، في مسلمون في كوريا، كان رئيس دولة قطر يوصل إليهم بعض قراء القرآن وبعض الدعاء في رمضان على حسابي الخاص. هل نعلم عنهم شيئا؟ أنا شفت قائد المقاومة الفلبينية في مكتب تحفيظ القرآن في المسجد الحرام، ونظرت إليه وجدت شابا قصيرا عيناه تقدحان الشرر، ويعني لو كان يمكن أن أقبل قدميه كنت أقبلهم، لكن ما فيش. ماذا أصنع لهذا؟ وجاء طالب النجدة مني وأنا مسكين لا أملك شيئا. الأمة العربية في كتاب التاريخ، الكتابة نفسها فيها شيء من النقص المادي. مش ده تاريخ الإسلام، ده تاريخ بعض المناطق الإسلامية، فأين التاريخ الإسلامي كله؟ ثم التاريخ مكتوب غلط. احنا افتتحت مسجد مع عبد الناصر مكتوب فيه مسجد قاهر التتار، بطل القومية العربية قاهر التتار السلطان قطز. طب قطز دخل ليه في القومية العربية؟ والله وانا في كنت افطر في مع على مائدة دبلوماسية في قطر، فقلت والله ده كتر خير الاكراد، وجلنا صلاح الدين واستطاع ان يحرر فلسطين ويقدمها للعرب وهو كردي. قال ايه؟ السفير العراقي. قلت له ايه اللي قلته صلاح الدين؟ قال مش كردي. صاحب البيت قال لي ما تعمليش مشكلة، خليه كردي، خليه عربي، خليه من قريش، خليه هاشمي يا اخي، خلينا ناكل وما تعمل هنا، عاوزين نفطر ونطلع. كنت هنعمل مشكلة دبلوماسية على ايه من دولة؟ الاكل اهم. ما هذا البلاء؟ انت بتنكر الحقائق ليه؟ صلاح الدين كردي وجاء باسم الإسلام وحرر فلسطين التي خان المسلمون العرب قضيتها، لا تكلمت دمشق ولا تكلمت بغداد ولا تكلمت القاهرة ولا تكلمت المدينة، ولا قدم واحد من حكام هذه البلاد التي ذكرتها شيئا لبيت المقدس يوم دخل الصليبيون فيه وذبحوا 70,000 مسلم. ولو أن جيشا من النسوان قاتل الصليبيين لهزمهم،